من مطار الزعيم لحبي بورقيبة في المنستير انطلقت رحلة نسور قرطاج باتجاه داكار لمواجهة أسود التيرنغا في عقر دارهم لحساب قمة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 بهدف العودة إلى تونس بنتيجة إيجابية تبقي أبناء الخضراء على رأس المجموعة السابعة. لذا وجب النجاح في تنقل صعب من الناحيتين الكروية واللوجستية. حضرنا المقابلة هذه كما يلزم، عارفين على علاش ماشيين إن شاء الله السنغال على نتيجة إيجابية. الناس كل عاقدين العزم باش نعملوا مقابلة ممتازة، وإن شاء الله نروحوا بثلاثة نقاط لمالين إن شاء الله من السنغال باش نعملوا خطوة كبيرة إن شاء الله لكأس إفريقيا. يلزمنا نحضروا كل كبيرة وصغيرة، يلزمنا يعني واحد رتح روحه في الطيارة ومن بعد باش نعملوا حصة لذات الرياق، وإن شاء الله حاضرين كما يلزم باش نفرحوا الناس كل إن شاء الله. كل اللاعبين الذين وجه لهم ليكانز الدعوة شاركوا في الرحلة بمن فيهم المصابين الذين بدأ عددهم يتزايد يوما بعد آخر بعد التحاق بن يوسف والشرميتي بقائمة المصابين بشكل أقلق الجهاز الفني بالرغم من تفاؤل الطاقم الطبي. قدرة ربي متجاوزين هالإصابات هذية ويكون الفريق متاعنا جاهز. يقعد بليل، يقعد شوية بليل بقدرة ربي ونفالو سويفر وبقدرة الله حيكون معنا إن شاء الله يكون جاهز. إذا كان مش المقابلة دي المقابلة اللي بعدها. الهدوء والتركيز على موعد الجمعة انطلق من الطائرة ليخلد اللاعبون طيلة 5 ساعات للراحة بعدما خضعوا صباحا لحصة تدريبية في المنستير. بوصول طائرة المنتخب التونسي إلى مطار داكار الدولي، العد التنازلي لقمة المجموعة السابعة بين أسود التيرنغا ونسور قرطاج ينطلق من الآن. نافع بن عاشور، بإن سبورتس، من العاصمة السنغالية داكار. داكار إذن ستكون على موعد مع مباراة فك الشراكة على مستوى صدارة ترتيب المجموعة السابعة بين السنغال والمنتخب التونسي، قبل أن نخوض ربما في ما ينتظرنا من هذه المواجهة بين السنغال وتونس. كابتن حسام، ربما لو عدنا قليلا للوراء، هل كنت تتوقع أن المنتخب التونسي سيحصد 6 نقاط من مباراتين أمام بوتسوانا ثم أمام مصر؟ شوف صراحة كنت متفائل، كنت أقول أقل شيء 4 نقاط نظرا لأن المباريات الودية اللي شاهدناها مع المنتخب التونسي حتى قبل الدقيقة 75 في مباراة بوتسوانا، لأن تذكر جيدا أنا من بوتسوانا إلى حدود الدقيقة 75 متأخر. سألتني قبل هذه المباريات، قبل مباراة السنغال أقصد. صراحة مباراة بوتسوانا كانت يعني صعبة في الدقيقة 70 مباراة بوتسوانا، من قال أن تونس ستخرج من التصفيق؟ لا أكيد، لو خسرت مباراة بوتسوانا تقريبا مثل ما حصل للمنتخب المصري، يعني أصبحت الوضعية صعبة وصعبة للغاية. لكن قبل بداية دوري المجموعات على حسب ما شاهدناه مباراة ودية، تونس فاز على كوريا في كوريا، تعادل مع كولومبيا بالمنتخب الأول، كان متعادل دقيقة 90 تقريبا مع بلجيكا في بلجيكا. يعني هذه النتائج نفسها حققها المنتخب المصري، يعني المؤشرات بديع المؤشرات قبل بداية كأس أفريقيا، المؤشرات كانت تشجع المنتخب المصري. كان يمر بمطرة صعبة، توقف الدوري المصري، أغلب نجوم المنتخب المصري تقريبا خرجوا من المنتخب، يعني كانت الظروف لأنه لاعبي المنتخب التونسي عودونا سابقا أن تألقوا في المباريات في الوديات في الرسميات. لا شوف، يعني قبل بداية دوري المجموعات وضعيتنا كانت أفضل المنتخب المصري على الأقل من ناحية التحضيرات، من ناحية الظروف كانت أفضل. لكن في دوري وفي لكن من الصعب كان واحد إنه إذا كان إنه يفوز على مصر في مصر، قلنا ممكن 3 نقاط لبوتسوانا نقطة في مصر تعتبر شيء جيد، لكن الانتصار في مصر جعل من المنتخب التونسي حضور أوفر بكثير من المنتخبات الأخرى، على الأقل من أكثر من المنتخب المصري منتخب بوتسواني. أظن أن الضغوط قلت كثير، اليوم المنتخب التونسي مطالب بنقطة فقط من داكار، لأن نقطة تعتبر نقطة جيدة خاصة مع شاهدنا أداء المنتخب السنغالي. لكن هناك بعض يعني على المنتخب التونسي أن يدافع الآن في داكار. لا مش يدافع، بديع بخطة دفاعية، بديع بحث عن تعادل. في كرة القدم الفرق الكبرى أو المنتخبات الكبرى ما عادش فيه فريق يدافع فريق يهاجم، تلعب بخطة متوازنة تؤمن مناطق الخلفية، ولما تفتك الكرة تهاجم بأكثر عدد من اللاعبين مثل ما عملت المنتخب المصري. ما لعبتش دفاع تونس، كانت مؤمنة دفاعين، ولما تهاجم بهذا بلاعبين 3، عندك المساكني، عندك الشيخاوي، عندك بن يوسف، عندك صابر خليفة، عندك لاعبين عندهم إمكانية هجومية، ما تقدرش تقتلهم بواجب دفاعي فقط، يلزم تلعب الكرة ند للند مع أي منتخب. المنتخب التونسي عنده الإمكانيات إنه يلعب ند للند مع كل المنتخبات. لكن هناك بعض المؤاخذات كما تكلمت على المنتخب المصري، على حسام غالي وعلى الحضري وعلى أشياء. المدرب ليكانز بديع أول ما استلم صفوف المنتخب
عمل تصريح قال هذا منتخب تونسي ما يلعب في المنتخب التونسي إلا اللاعب الذي يكون أساسي في فريقه. قال لن أستدعي أي لاعب يكون احتياطي أو لو يشارك مع فريقه. كان ماشي بهذه الطريقة في المباراة الأولى، ما رعنا إلا في المباراة السنغال، استدعاء الميكاري اللي عنده مدة مصاب ما يشاركش، استدعاء عبد النور اللي عنده مدة ما يشاركش، استدعاء السيحي اللي عنده مدة ما يشاركش، استدعاء العلاقي اللي هو احتياطي في فريقه. ولو أنه يعني السيحي والعلاقي اعتذر عن الالتحاق، كان من المفروض من الأول عدم استدعاهم. يعني هو المدرب اللي صرح قال أنا ما اللعب إلا اللعب الأساسي، وكانت من النتيجة جيدة، لاعبين أعطاه لاعبين أصبحوا يطمحون يكونوا أساسيين، لكن صراحة نقطة استفهام. لكن باش نرجعوا المباراة المنتخب التونسي باللي شاهدناه وبالإمكانيات الفنية الموجودة، يعني منذ سنوات بديع المنتخب التونسي ما كانش في نفس الوقت عنده لاعبين جاهزين حاضرين بهذه الإمكانيات. شيخاوي جاهز، المساكني جاهز، بن يوسف جاهز، صابر خليفة موجود، يعني عصام جمعة ممكن يكون مع المجموعة. يعني هناك لاعبين، الخبرة موجودة، الشباب والطموح موجود، الإمكانيات الفنية والبدنية موجودة. يعني صراحة فرصة كبيرة من المنتخب التونسي أنه يحقق نتيجة طيبة في السنغال، وقادر من مباراة السنغال يضمن نسبة كبيرة من التأهل. طيب ما هي مفاتيح هذه النتيجة الطيبة رفيق؟ يعني نعلم جيدا أن منتخب السنغال من أفضل المنتخبات الإفريقية حاليا، يعني كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى مونديال البرازيل 2014 لولا كرة كالو التي جاءت في آخر مباراة في مواجهة كازابلانكا. فرصة وكالو سجل فرصة المرتدة. يا صحيح، لو لعبوا بنفس طريقة لعب اللي لعبوا فيها في مصر نظن راح كما قلنا، لكن منتخب مصر يختلف عن المنتخب السنغالي، ربما الهفوات الدفاعية التي شاهدناها والمتكرر من مصر حتى نسبيا اقل ستكون عند حتى المنتخب السنغالي. راح يكون غياب كبير، غيابات كبيره في فرق في التشكيله السنغال، لان لو شفنا لامين صاني ما يلعبش، مامي بيارا ما يلعبش، ديوف ما يكونش موجود، شيخ كواري سواري، واضف الى قائمتك ديمبابا الذي اصيب هذا اليوم. يعني عندك تقريبا 5 لاعبين اساسيين اللي كانوا موجودين في المباراه الاولى والثانيه. لهذا قلت لك صحيح لو ذهب ليكانس بطريقه يلعب يدافع راح ينهزم، ولكن يلعب بطريقه كما نقولوا احنا مودرن، يلعب يبحث عن التوازن بين الدفاع والهجوم نفس الطريقه اللي يلعب فيها واللي متعود يلعبها، لان عنده الامكانيات وعنده الاسلحه اللازمه الفريق التونسي باش يفوز حتى في السنغال. حتى لو ما يفوز نقطه تكفيه باش يبقى في المنافسه، لان نقطه تغير صحيح نتيجة السنغال وتونس راح تكون نتيجة مهمة لمصر، لأن لو كفيه فائز يعني حتى مصر عاود تبحث على هو أحسن شيء تفوز تونس وتفوز وتفوز مصر عشان يصعد بعدين تونس ومصر عن هذه المجموعة، لأن مصر عندها فرصة هي المرتبة الثالثة خاصة من حيث الترتيب لأنه لو تفوز تونس مثلا في المباراتين أمام السنغال وتفوز مصر، مصر ستعادل السنغال ب6 نقاط وعندها مباراة، والمباراة التالية ستكون أمام السنغال في مصر. المباراة هذه مهمة خاصة أنا خاصة طريقة لعب، لو لعب ليكنس بنفس الطريقة ونفس نقولوش نفس اللاعبين، خاصة المجموعة نقدر نقولوا 80% بنفس اللاعبين، راح تكون عندها يكون عنده تأثير ويقدر يرجع بنتيجة إيجابية من السنغال. حتى ولو السنغال تغير التشكيلة، السنغال أصبحت تنافس حتى كما قلنا السنة اللي فات راح تلها التأهل لكأس العالم على نقدر نقول في دقيقة. طيب سنواصل الحديث عن مواجهة السنغال وتونس بعد أن نستمع لجورج ليكنس مدرب نسور قرطاج الذي التقاه نافع بن عاشور قبل السفر إلى داكار السنغالي. بالتأكيد إذا تمكنا من انتزاع نقاط من السنغال فسيكون الأمر رائعا، وأنتم تعرفون مستوى السنغال، الكل يعترف بأن منتخب السنغال هو الأفضل على المستوى الإفريقي، وعندما ترى أين يلعب أغلبهم وحتى الاحتياطيون منهم تدرك قيمة هذا المنتخب، وعندما تخاف في كرة القدم تدفع الثمن، ولذلك على فريقي تقديم المباراة المثالية. على فريق تقديم مباراة مثالية، هكذا ختم جورج ليكنس حديثه عن مباراة المنتخب أمام السنغال. في وجهة نظرك السيد، ما هي المباراة المثالية التي بإمكانه يقدمها المنتخب التونسي أمام هذا المنتخب السنغالي العتيد المدجج بأبرز نجوم الكرة الأوروبية؟ هو أنت لازم تحرمه من الإمكانيات بتاعته، الإمكانيات بتاعته يمكن اللي ظهرت في مباراة منتخب مصر أنه بيلعب على المساحات، هم عندهم سرعة كويسة، اللعيبة اللي بتهاجم بيهاجموا بشكل سريع جدا، فأنت الطبيعي
ان انت بتلعب مباراه خارج ملعبك، فلازم تقفل المساحات بشكل كويس جدا. هو ما خان مصر ضد السنغال اعتقد التنظيم الدفاعي، يعني لابد المنتخب التونسي ان يولي الاهتمام هذا الجانب، الجانب الدفاعي. يمكن مباراه مصر كلها اختراقات كلها بشكل سريع جدا، عندهم 2-3 لاعبين بيهاجموا بشكل سريع، يعني منتخب مصر العيوب اللي عملها كلها لازم منتخب تونس يتفاداها، تقفيل المساحات، وده هيساعده بشكل كبير جدا، خاصة ان تونس تمتلك في الجانب الهجومي ما يعوضها، ان انت ممكن لو دفعت بشكل كويس ممكن تجيب جون في اي وقت وممكن تكسب، يعني مش ممكن تتعادل حتى، ممكن ترجع بمكسب ويكون مكسب مهم بالنسبة لك بشكل كبير جدا يعني. طيب حتى نتواصل مع اخر اخبار المنتخب التونسي في داكار العاصمه السنغاليه، انضم الينا موفد بي سبورتس الى هناك نافع بن عاشور. مساء الخير بدايه نافع، لو تطلعنا على اخر اخبار المنتخب التونسي خاصه فيما يتعلق بالغيابات الممكنه بعد الحديث عن اصابات طالت عدد لا باس به من اللاعبين، ثم ربما ان كان لديك ملامح من التشكيل الاساسي المنتخب التونسي. مساء الخير طبعا المنتخبين في وصلنا ليلة البارحة إلى دكار، ونحن الآن في الإيراني الرسمي الوحيد والأخير للمنتخب التونسي في ملعب مباراة ملعب حسين الجد، ملعب ليوبول دارسنجير في العاصمة دكار. طبعا حتى الآن الويكاند لم يثبت التشكيل الأساسي في المباراة التطبيقية. طيب نافع، فيما يخص الإصابات التي طالت ربما بعض اللاعبين خاصة صابر خليفة، فخر الدين بن يوسف، هل هناك تخوف من عدم جاهزيتهما لمباراة الغد أمام بوتسوانا؟ يبدو أنه نافع في مشاكل على مستوى الصوت الذي يردنا عبر الهاتف من داكار السنغالية، إن تم ربما تصحيح الوضع الفني سنعود لنافع. نافع شكرا لك. سيد، نواصل الحديث عن المباراة المرتقبة كما قلنا بين السنغال وتونس، مباراة تكون حاسمة ربما لأحدى المنتخبين الذي بتحقيق الفوز قد يخطو خطوة عملاقة للوصول إلى المغرب 2015، خاصة أنه بعد أيام قليلة ستكون مباراة العودة في تونس. من المستفيد هنا أكثر، السنغال أو تونس؟ أعتقد تونس. تونس أي نتيجة إيجابية فبالنسبة كبيرة جدا خلاص هو قرب من الوصول لأمم أفريقيا، لأن التعادل أو المكسب هيكون خد خطوة كبيرة جدا، ويمكن التعادل أو المكسب ده هيأثر في مسيرة منتخب مصر كمان، يعني هيساعد منتخب مصر إذا المنتخب التونسي حقق نتيجة إيجابية. المنتخب التونسي لو تعادل او كسب لا، فبالنسبه له هتبقى خطوه مهمه جدا للصعود لامم افريقيا ان شاء الله. طيب حسام، سؤال وجهته من لحظات الى نافع، ربما نتمنى على حاله بعض اللاعبين، هناك ربما غيابات مرتقبه، لا ندري ان جاهز بعض اللاعبين في اخر لحظه لدخول للتشكيله الاساسيه للمنتخب التونسي. بلال المحسني من المستبعد جدا ان يكون حاضر، ربما بلال العيفة وعوده بلال العيفة او ايمن عبد النور الذي لا يلعب مع موناكو قد يكون بديلا له في محور الدفاع. فخر الدين بن يوسف نجم المنتخب التونسي في مباراة مصر خاصة، وحتى ضد منتخب بوتسوانا كان أدى بشكل جيد، إضافة إلى صابر خليفة الذي عاد إلى التألق في الأسبوع الماضي مع الإفريقي في الدوري التونسي، سجل ثنائية وأصيب في الحصة التدريبية الأخيرة، كذلك الشرميتي مصاب، يعني هناك والشرميتي استدعي تعويضا لسامي العلاقي وأصيب يعني منتخب السنغال في 4-5 غيابات، منتخب تونسي كذلك في 4-5 إصابات، لكن البدائل في السنغال أكثر بكثير بالنسبة لتونس، يعني تعويض اللاعبين الغايبين في السنغال أسهل من تعويض اللاعبين الغايبين في تونس. يعني في اعتقادك ربما غيابات بعض اللاعبين قد تغير من خيارات المدرب الفنية والتكتيكية؟ أكيد بديع، أكيد إذا غيبوا لك لاعبين مهمين، لاعبين أساسيين، بعض الأحيان المدرب يصبح مجبر على تغيير فكره بالضبط. وتغيير الخطة وتغيير طريقته في اللعب، لأن هناك لاعبين ممكن يصنعوا لك في الفارق، إذا غابوا لك اللاعبين اللي يصنعوا الفارق عليك أن تفكر بصفة أخرى. لكن المشكلة بس مع المنتخب التونسي أظن أن في الهجوم أتوقع أن فخر بن يوسف سيكون جاهز، صابر خليفة سيكون جاهز، لكن المشكل هو نوعا ما المشكل الدفاعي، أظن أن هناك بعض المشاكل الدفاعية خاصة المحسني. من سيعوض المحسني؟ هل سيلعب بلال عيفة؟ هل سيلعب اليعقوبي؟ صراحة هنا نقطة الاستفهام. لكن المشكلة أظن الأكبر بالنسبة لكانس هو
من سيلعب الى جانب سيان بن يوسف كقلب الدفاع. اظن ان الاظهر الشيء واضح، يبقى المشكل الوحيد هو قلب الدفاع الثاني الى جانب سيان بن يوسف، لكن اظن المنتخب التونسي بالخبره الكبيره اللي كسبها مع الثقه بالنفس مع المباريات الاولى والثانيه قادر على الخروج اقل شيء بنقطه من السنغال. طيب سنستمع الان للقاءات قام بها نافع بن عاشور قبل ان يتحول الى دكار مع الجماهير التونسيه، وربما ما هي الانتظارات من الشارع التونسي لمواجهه السنغال والمنتخب التونسي. نستمع اليه. نقل صعب المنتخب التونسي للسنغال، ان شاء الله معناتها كي نجيبوا تعادل غادي على في السنغال نظن 90% من الترشح لكاس افريقيا في المغرب ان شاء الله. تنقل صعب للمنتخب التونسي واختبار حقيقي للنسور، وان شاء الله كي نجيبوا نتيجه التعادل نسموا عملنا خطوه كبيره للترشح ان شاء الله لكاس افريقيا المغرب. مقابله صعيبه برشا على تونس، ولو الكره ما فيهاش نتائج قبل المقابله ما صعيبه صعيبه، الاكثر الحظوظ للسنغال بكل اريحيه وبكل احترام لتونس. اكيد انه المباراه المرتقبه مع الفريق السنغالي على ارض الفريق السنغالي مش تعطينا الحجم الحقيقي للمنتخب الوطني التونسي. الكثير من المحللين والمتابعين الشان الرياضي في تونس وفي افريقيا اكدوا ان المنتخب الوطني قادر على تقديم مستوى جيد ومستوى ربما قد يكون متميز في الايام القليله القادمه، ولكن المقابله هذه باش تعطينا الصوره الحقيقيه للمنتخب الوطني التونسي وباش تسلط الضوء على ربما امكانيات المنتخب ونقاط الضعف اللي ممكن تحسينها في الأشهر المقبل ان شاء الله. والله ان شاء الله احنا نقولوا مربوحه تونس، خاطر البارتي صعيبه هي ديجا، معناش كيب تشجع وتفرح ان شاء الله ربي معاهم. هناك اجماع داخل الشارع الرياضي التونسي على انه مباراه السنغال ستكون محك حقيقي رفيق للتشاؤم. لا فيش غريب اكثر تشاؤم هو اكثر واحد كان متشائم هو مخرج تلفزيوني منير مسلم، هو الذي قال السنغال ستفوز. على كل نتمنى لنصر قرطاج ان تغالط منير وان تفوز بالمواجهه مع السنغال. قلت ستكون محك حقيقي للوقوف امام حقيقه امكانيات المنتخب التونسي خاصه بعد انتصارات الجوله الاولى والجوله الثانيه. صح يكون نقدرش نقول امتحان، لان الامتحان كان ضد مصر في مصر حتى ولو ليس نفس الفريق، هذا امتحان تاكيد خاصه مباراه مصر دائما مختلفه لانه ديربي عربي دائما تكون مختلفه، لكن هذه مواجهه مع السنغال مع الكاميرون مع الكوديفوار هي التي تضعك حقا لتعرف امكانياتك وتعرف مكانتك حقا في الكره الافريقيه. هذا صحيح، هذيك المباراه الاولى وهذه الثانيه للتاكيد خاصه. صحيح بحضور بن يوسف وصابر راح تغير الامور حتى في التشكيله، لانك راح تلعب ضد فريق سنغال عنده اربعه ولا خمس غيابات هامه واساسيه، راح يلعب بطريقه متغايره. صحيح راح هو اللي يصنع اللعب وراح يضغط، وفرصه كبيره خاصه يكون عندك لاعبين مت صابر بن يوسف اللي يبحثوا على العمق على المساحات على كل شيء، عندهم السرعه عندهم ويعرفوا يتعاملوا مع حتى يتعاملوا مع المرتدات، ولهذا نقدر نقول هذا الهدف الذي سجله فخر الدين بن يوسف في مرمى المنتخب المصري احد اجمل اهداف تصفيه امم افريقيا لحد اللحظه. فخر الدين الذي سيكون من ابرز الاسلحه لم نقل السلاح المهم هجوميا بالنسبه لجورج ليكينز، لانه موجود منطقه لانه موجود في فورما جيده، ولهذا كي يكون عندك لاعبين مثل هذا ولا مثل صابر العاود رجع للتهديف وهو مهاجم وكي يكون مهاجم في ثقه تامه، ثم تعاود تلعبهم تعطيهم الثقه وتخلي نفس التشكيله لان الثقه موجوده، يلزم عليك الا بعض النقاط ولا بعض العلامات تعملها في الفريق ولا في التشكيله وتكمل بنفس طريقه اللعب. طيب سنستمع الان للجانب الاخر للشق السنغالي. ما ياسين مار المدير الفني للاتحاد السنغالي لكرة القدم كان حاضر في القاهرة منذ أيام قليلة في محاضرة ألقاها يواكيم لوف المتوج بكأس العالم مع المدربين الأفارقة المشرفين على المنتخبات الأولى في بلدانهم، التقى أحمد نوير نستمع إليه. أعتقد أننا قمنا بانطلاقة جيدة، فقد فزنا بأول مباراتين على مصر في ملعبنا وعلى بوتسوانا خارجه. أرى أنه من المهم التأهل للنهائيات القادمة بعد الغياب عن النسخة الأخيرة،
لدينا مجموعة شابة من اللاعبين تعمل بشكل جيد منذ عامين، وهم يتميزون بقدر كبير من الانضباط. لدينا الآن مباراتين ضد تونس، وسنحاول تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط وتسجيل نتيجة جيدة على الأقل في ملعبنا. شكرا لعمرو فهمي، هو الذي أجرى هذا الحوار مع المدير الفني للاتحاد السنغالي لكرة القدم في ختام الحديث عن هذه المجموعة السابعة التي تضم كل من منتخبات مصر وتونس إلى جانب السنغال وبوتسوانا. ونذكر بترتيب المجموعة بعد جولتين، إذن السنغال وتونس يد بيد في الصدارة، فارق الأهداف لفائدة السنغال مع 4-2 فقط لتونس. بوتسوانا ثالثا بصفر من النقاط رفقة المنتخب المصري.